نظمت محافظة الفيوم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات والآباء المثاليين وكذلك أسر الشهداء. شهد التكريم محافظ الفيوم والمستشار العسكري للمحافظة. كل أم مصرية شريفة كافحت عشان تربي أبنائها، وكل أم مصرية وراها قصة كفاح، فده كان الأقل واجب إن احنا نبقى موجودين عشان نكرم الأمهات المصريات، طبعا أمهات المثاليات، وبعدين محافظة الفيوم بتحظى الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة الفيوم، فأقل تكريم ليها وأقل واجب إن احنا نكون موجودين معاها ونكرمها النهاردة. مناشد أهل الفيوم كلهم، أنا مكتبي مفتوح لكل الناس، تمام، ومستنيكم ومستني رجال الأعمال والشرفاء يجوا. وجاءت على رأس المكرمين السيدة سميرة فرحات، والتي ترملت منذ كانت في العشرين من عمرها، لكنها نجحت في أن تلحق ابنها وابنتها بكلية الطب. كما كرم الأب المثالي الذي نجح في القيام بدورين معا، دور الأم ودور الأب، فضلا عن من ذهب ابنها شهيدا فداء للوطن. جوزي توفى وانا عندي 20 سنة، فلما توفى ساب لي نجوى وعلاء. النجوى كان عندها 2 سنين وعلاء كان عنده 6 5 شهور، وكافحت معاهم وربنا قدرني عليهم وعلمتهم والحمد لله. نجوى كلية طب 5 طب أسنان، وعلاء كلية طب الثانية كلية هنا في القاهرة في الفيوم. هي أم المثالية فعلا وتستحق ده، أنا من غير بس قدمت لها، لكن أساس القصة هي بشكرها، ويا رب بس يقدرني وأقدر أسعدها إن شاء الله. كان معايا 3 أولاد، 3 بنات، الأولى كانت لسه داخلة سنة أولى ابتدائي، اللي هي الصغيرة كانت لسه يعني سنة أولى ابتدائي، لسه داخلة 5 سنين، والكبيرة دي كانت في الثانوية عامة، والوسطانية كانت في إعدادي، والحمد لله الكبيرة خدت بكالوريوس علوم قسم كيمياء وفيزياء. أنت كنت قد المسؤولية اللي طنط سابتها لك، وربنا يقويك عليها. ما أعظمش على اللي خلقه وعند الله، بس أنا عايزة خدمة إن أخوي يبقى مكانته برضه، هذه اللي عايزها منكم، بس الخدمة اللي أنا عاوزها يبقى مكانت أخوه، ورقه يمشي ويبقى مكانت أخوه. احتفالية خاصة حرصت عليها اليوم محافظة الفيوم من أجل تكريم الأمهات المثاليات والآباء المثاليين، فضلا عن أسر الشهداء. من داخل مقر الحديقة الدولية بمحافظة الفيوم، كنت معكم أحمد متولي، شبكة رؤية الإعلامية، خاص قناة أزهري.